وخلوني ابدا بخالد مرتجي ابن النادي الاهلي من زمان. يا خالد وابن طبعا الفريق مرتجي، يعني حاجه عريقه جدا، مش محتاجه اقول لك من انت، ولكن برضو للجمعيه العموميه انت مين ولماذا تترشح الان لعضويه النادي الاهلي؟ ميرسي يا لميس على التقديم الحلو ده، واهلا بالساده المشاهدين الكرام. انا اسمي المهندس خالد عبد المحسن مرتجي، زي ما انت قلتي ابن الفريق اول مرتجي. اول ما وعيت على الدنيا كان والدي رئيس النادي الاهلي، اتعلمت منه يعني ايه حب النادي الاهلي، اتعلمت منه يعني ايه كيان النادي الاهلي، اتعلمت منه يعني ايه مبادئ ومثل وقيم النادي الاهلي. فكان راجل عسكري وفي نفس الوقت كان بيطبق مثل وقيم النادي الاهلي في البيت، فاتربيت على هذا الاساس. الحمد لله شرفت ان انا اكون عضو مجلس اداره من 2004 ل 2014، مجلس الكابتن حسن حمدي. كنت مسؤول عن الملفات الدوليه، وبفضل الله سبحانه وتعالى يمكن المجلس ده من 2004 ل 2014 حقق انجازات كبيره جدا، وصلنا للعالميه 5 مرات. ربنا اكرمني من خلال المجلس ان انا اكون عضو في لجنه الانديه في الاتحاد الدولي، يمكن كنت اقدم عضو من 2008 لغايه ما مشيت من مجلس اداره النادي الاهلي 2014. كنت منسق عام في الاتحاد الدولي، عملت يمكن 5 بطولات عالم. فحاسس طبعا ان فضل النادي الاهلي عليا كبير. النادي الاهلي هو اللي عمل اسم خالد مرتجي، زي ما انا قلت اتولدت جوه النادي النادي الاهلي، فحاسس ان فضل النادي عليا وانا عندي الخبره، وحاسس ان انا المفروض ان انا اقدم بعض الـ 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 يعني الريتيرن على اللي عمله. ليه اخترت انك تنزل على قائمه كابتن خطيب؟ بصي انا مؤمن جدا بالديفلوبينج بيبل فروم وذين. يعني انت النهارده كابتن خطيب اولا تدرج، بقاله دخل النادي الاهلي سنه 70 او حاجه و70. كابتن خطيب لاعب كوره معبود الجماهير، من اعظم لعيبه الكوره اللي جم مصر، له فضل في، مش عايز اقول له فضل، بس شعبيه النادي الاهلي برضو جت من محمود الخطيب. محمود الخطيب تدرج في مناصب من مشرف على الكوره، ثم بعد كده بقى عضو مجلس اداره، ثم امين صندوق، ثم نائب رئيس لمده 10 سنين، كان رئيس المكتب التنفيذي. محمود الخطيب عاصر 3 رؤساء، عاصر الكابتن عبد الصالح الوحش، عاصر الكابتن صالح سليم، عاصر الكابتن حسن حمدي. اتعلم لما حد بيكبر من جوه مؤسسه ناجحه، فبالطبيعي ان هو بيمشي وبياخد من الخبرات اللي هو يكمل في التطوير ويكمل في الانجازات. فانا زي ما قلت لك، انا من الناس اللي بتؤمن جدا بان الناس اللي محكه، زي ما نقول محكه ظهرك مثل ظفرك. الراجل ده ترعرع جوه النادي، اتعلم كويس قوي، ادارياته هايله، متهيألي من خلال المؤتمر الصحفي اللي عمله، متهيألي يعني الناس اللي بتحاول تشكك او تقلل في اداريه كابتن محمود الخطيب، متهيألي اللي اتعمل، البرنامج اللي اتعمل، انا شايف ان ده يعني ادد ا لوت اوف فاليو ليه هو شخصيا. راجل عمل حاجه متهيألي على بحرفيه جامده جدا، وطريقه تقديمه وارتجاله ويقف في وسط الناس ويعمل الكلام ده، متهيألي دي تدي يعني حاجه ايجابيه جدا لكابتن محمود الخطيب، ان هو يستطيع قيادة النادي الأهلي، خاصة زي ما قلنا آخر 10 سنين هو رئيس المكتب التنفيذي للنادي الأهلي اللي هو مطبخ النادي الأهلي.